تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أسفر اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل المتواصل بالحمامات في يومه الثاني، أسفر عن اتخاذ قرار بتنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية وآخر في القطاع العام، مع تفويض المكتب التنفيذي لتحديد موعدهما وتراتيبهما وفق ما صرح به الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي. وبرر طبوبي هذا القرار بعدم وجود الأذان الصاغية من الحكومة رغم تدهور القدرة الشرائية والصعوبات الاقتصادية، مضيفا أن حكومة بودن هي الحكومة الوحيدة التي لم تستجب للمفاوضات الاجتماعية وفق تصريحه. الهيئة الإدارية الوطنية بعد النقاش اليوم هي أني أولا على المستوى الاجتماعي للأسف الشديد احنا دعاة حوار ونحب الحوار المسؤول والجدي، وليوجد مخرجات في كل المطالب الواردة في برقية التنبيه بالإضراب اللي أنجزنا من أجلها، معناها إضراب في القطاع العام اللي نجم نقول بكل صراحة هو هذا الإضراب فرضته علينا الحكومة بسياساتها في التجاهل للحوار فرضا. وبطبيعة الحال غايتنا ماهوش إضراب، الإضراب هو وسيلة تاع ضغط باش يجيب إيجابي، يجيب الناس على طاولة الحوار. فالهيئة الإدارية الوطنية اليوم اتخذت قرار بالإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، وتركت وفوضت المكتب التنفيذي الوطني في تحديد تاريخه وتراتيبه والتشاور فيه بكل معناها المسائل المتعلقة بالإضراب القادم اللي مش يكون كما قلت في القطاع العام والوظيفة العمومية. نعاود نأكد احنا دعاة حوار وغايتنا ليست غاية الإضراب للإضراب. تشهد البلاد موجة حر تتواصل مع مطلع هذا الأسبوع وفق مؤشرات المعهد الوطني للرصد الجوي، حيث ترتفع درجات الحرارة بأغلب الجهات وتتجاوز المعدلات العادية لشهر جوان وتقترب من القياسية في بعض المناطق، حيث تصل إلى 49 درجة بتوزر وقبلي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، وتتراوح في بقية المناطق بين 41 و47 درجة مع ظهور الشهيلي. أما في المناطق الساحلية فتتراوح بين 35 و40 درجة، وتهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كيلومترا في الساعة قرب السواحل. ومن المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة بداية من يوم غد بالشمال والوسط وتتواصل مرتفعة بمناطق الجنوب. في الشأن التربوي تنطلق غدا دورة المراقبة لامتحان البكالوريا والتي تتواصل حتى غرة جويلية، 38463 مؤجلا سيتقدم إلى هذه الدورة حسب ما كشفه المدير العام للامتحانات بوزارة التربية عادل بن حميدة. واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن تقديرات نسبة النجاح في دورة المراقبة وفق ما جرت به العادة في الدورات السابقة تتراوح بين 9 و11%، ترتفع تقديرات نسبة النجاح العامة في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى ما يناهز 50% حسب التقريب. علما وأن نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا قد بلغت 37.97%. في خبر آخر، وتزامنا مع مواصلة القضاة إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي، تؤكد وزارة العدل في بلاغ لها مواصلة تنفيذ إجراءات الاقتطاع من أجور القضاة المضربين عن العمل عملا بقاعدة العمل المنجز، وذلك بالنسبة لمرتب شهر جويلية المقبل. وجاء هذا الإجراء حسب الوزارة إثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الإضراب وتعطيل العمل بالمحاكم لما له من تداعيات على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وخاصة الموقوفين منهم حسب نص البلاغ. وكانت تنسيقية الهياكل القضائية حذرت وزارة العدل من اتخاذ أي إجراءات تعسفية ضد القضاة على خلفية نضالاتهم المشروعة، مؤكدة استعدادها للتصدي لذلك بجميع الوسائل القانونية والأشكال النضالية المتاحة على المستويين الوطني والدولي. انتظمت بالمهدية ندوة علمية حول تحدي التنوع العصبي وقبول الآخر، ندوة تهدف إلى طرح طرق كيفية التعامل مع هذه الفئة من الأطفال والحد من إشكاليات صعوبة التعلم والانقطاع المدرسي.
تحدي التنوع العصبي وقبول الآخر هو عنوان ملتقى علمي نظمته جمعية الطفل اليقظ بالمهدية لطرح كيفية التعامل مع الأطفال خاصة من حاملي طيف التوحد. الهدف متاعه هو أنه احنا عملنا صيحة فزع ستوب للفشل المدرسي والانقطاع الدراسي المبكر. خاطر الأطفال معناتها ينجم يكونوا عندهم اضطرابات، عندهم صعوبات التعلم، كلهم أطفال، ولذلك كان كل واحد نعرفوا كيفاش ناخذوا الصعوبات. يلزم أول حاجة مركز وين يتعلموا حاجة، كيما الصغيرات الكل نحب ندخلوا مدرسة، نحب يتعلم أي حاجة، أي هواية تجي على باله، نحب يوليك الصغار الكل. على الأقل يتلاهوا بهم ونبنى النظام كما نقولوا، يبنوا مرافقين بالوضعية كما هيك، الصغيرات يبداوا تعبين شوية كما نقولوا في النطق ولا في ما فيها باس، حتى الدولة تعاون شوية الصغيرات هذوما شو مصير. هذا الملتقى تضمن أيضا لقاءات بين مختصين في مجال العلوم النفسية والاجتماعية مع الأولياء للتوعية بطرق التواصل مع أبنائهم، إضافة إلى ورش للعلاج بالموسيقى موجهة لعدد من مربي الطفولة. بالنسبة لليوم فما مربيين، فما مربيات، فما بسيكولوج، فما نساء مهتمين هما. شو نحب نقول لهم؟ حبوا اول حاجه يجربوا تاثير الموسيقى على روحهم، على بدنهم، على مراكز الطاقه نتاعهم. عملنا دي سيونس نتاع استرخاء، تنفس معمق، باش يعرفوا هما ساعه باش يجربوا هذا على روحهم، خاطر مش من بعد يعرفوا كيفاش يتعاملوا بالموسيقى مع الصغيرات يعني. الانقطاع عن الدراسه مثل ايضا احد ابرز محاور هذا الملتقى للوقوف على مدى تقبل المدرسه لمختلف التلاميذ. المدرسه تستثني النسق الضعيف وتستثني النسق السريع، معناها الناس ذكيين برشا ولا عندهم قدره ياسر كبيره، تخرجهم من المدرسه تردهم كيما ما تقبلش الناس اللي عندهم نسق ضعيف. دونك اليوم وقت اللي تشوف شنو اللي يخلي 120 ألف تلميذ يغادروا المدارس، ومن بعد تلقى 60 ألف منهم نجحوا في الحياه الاجتماعيه واكثر وين ينجحوا، هكا الذكاء هذاك اللي يكون باش يطوروه في حاجه تكون نافعه وفي علم، يطوروا في الكونتروبوند، يطوروا في الترافيك. اليوم عندنا استقاله جماعيه من المدرسه ومن الاولياء، لذا الصغير قعد ضايع بين الاثنين. الحل الكلمه اللي ما يحبوهاش التوانسه الكل واللي يحبوها التوانسه الكل معناها هو الحوار. طاولة الحوار، ايجا خمو بالصحيح ويزينا من التبعية. وتبقى المسؤولية جماعية بين مؤسسات الدولة والعائلة لتوفير فضاءات تربوية تحتضن الأطفال بكل اختلافاتهم لضمان نجاحهم وإدماجهم في المجتمع. أكد مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس بأن ارتفاع عدد الإصابات في تونس قد يكون نتيجة لظهور المتحورين الجديدين B4 وB5، وأفاد دغفوس أنه من الضروري استكمال التلقيح وخاصة الجرعة الثالثة والرابعة، ودعا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة في الفضاءات المغلقة. كنا قبل بي 1 وبي 2 تو نشوفوا اللي في اوروبا اكثريتهم البي 4 والبي 5، وهما الخاصيه نتاعهم اللي عندهم الانتشار اسرع، ويمكن هذا يمكن ياسر اللي دخل تونس البي 4 والبي 5 هو ماهوش مخطر، اللي ما عادش نرجعوا ان شاء الله الخطوره نتاع الدلتا نتاع قبل، اما الانتشار نتاعو اسرع، ويمكن هذا اللي يفسر سرعه الانتشار اللي عايشينها الايامات هذوما الاخرانيين. معناها 80% من التوانسه اللي فوق ال 40 سنه عملوا تلقيح نتاعهم، دونك التاثير نتاعو على بصفه عامه ماهوش مش يكون كبير. وهو احنا توك في الصيف، وصيف نعيشوا برشا البلايص المفتوحه، وهذوكم الخطوره نتاعهم ضعيفه ياسر باش يصير العدوى والكل، دونك ديجا في المستوى هذاك ما نخافوش. البلايص المسكره المغلوقه هذوكم ناخذ فيهم شويه احتياطات، نهويوهم ديما نحلوا شبابك، نحلوا البيبان. زيارة وزير الفلاحة إلى مدنين تهدف إلى متابعة المشاريع الفلاحية بالجهة وفض الإشكالات التي تعيق تقدم إنجاز القطب التكنولوجي بالجهة. 40 هكتارا مساحة الفضاء الاقتصادي بالقطب التكنولوجي بمنطقة الفجا بمدنين تتوزع على عدد من المقاسم. فضاء جاهز من حيث البنية التحتية منذ 2018 لم يستغل إلى حد الآن نتيجة إشكال عقاري، إشكال عرقل الاستثمار بهذا الفضاء رغم الطلبات عليه لتركيز مشاريع مختلفة. كانت منذ 2013 البنية التحتية حاضرة، وقداش من مستثمر أنا واحد من الناس شفتهم وقعدت معاهم إلى آخره، يجوا يقدموا مطالبهم يتعدوا وبعدين يقع مشكلة التعطيل ومن المشكل العقاري. ديما نقول لهم إذا كان يتحل المشكل العقاري مسؤوليتنا.
المطلوب تمليك القطب في هذا العقار أو إجراء لزمة من أجل حل هذا العائق العقاري في أسرع الأجل، لما لهذا الفضاء من أهمية في مزيد دعم عمل القطب التكنولوجي بالإفجا من ولاية مدنين. والسلطة الجهوية ووزارة الفلاحة تبحث الحلول الأنسب. احنا معناتها أخذنا الملف هذايا ولابد مش نلقاو فيه الحلول اللازمة مع بالطبيعة رئاسة الحكومة، ملك الدولة، كل الوزارات المعنية لإيجاد الحل وانطلاق القطب هذايا اللي هو معناتها حقيقة 40 هكتار يمثلوا معناتها إمكانيات استثمار جيدة وتنجم معناتها تخلق مواطن شغل في الجهة. القطب توا لو كان تعمل باش تعمل دورة فيه توا تشوف نوعية المؤسسات، درجة المؤسسات، الناس اللي موجودين في المؤسسات، باحثين، دكاترة، بروفيسورات، ناس على درجة علمية عالية جدا وعلى درجة التعاون مع شركائنا الدوليين عالية جدا. إذا أنا من رأيي وفي تقديري، وحتى السيد الوزير كان منسجم ومتابعناها متجاوب جدا مع الطلبات هذه، أنه نعطيه القيمة الحقيقية للقطب هذا، خليه ينطلق ويأثر على المجهود التنموي في الجهة إن شاء الله. تجاوز هذا الإشكال العقاري من أجل توظيف هذا الفضاء سيساهم في تثمين المنتوج الفلاحي الصحراوي ضمن نظرة استشرافية، اعتمادا على التكامل بين منظومات البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا والتعليم العالي والإنتاج، بل وأيضا سيدعم الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الجهوية بالجنوب التونسي. تم خلال يوم دراسي الإعلان عن الانطلاق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتثمين وتطوير المنتجات الفلاحية في كل من القيروان ونابل. الاستراتيجية الوطنية لتثمين وتطوير المنتجات المحلية بتونس التي تنفذها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مثلت محور يوم دراسي تم خلاله الإعلان عن الانطلاق في تنفيذ هذه الاستراتيجية على مدى عامين بولايتي القيروان ونابل كمنطقتين نموذجيتين لتثمين المنتجات المحلية. كقروان فيها منتوجات متنوعة، نابل زادة كيف كيف، وفما زادة بخلاف المنتوجات فما اللي احنا نسميوه الانفراستركتور، وفما الإطار اللي يشجع بتعريف هالمنتوجات هذوما، وإن شاء الله تكون تجربة ناجحة وتخلينا نخرجوا بأن موديل أن إكزامبل اللي نجموا نطبقوه في المناطق الأخرى في تونس. فرحانة برشا بالندوة هذه على خاطر كل في كل مناسبة تلقى فيها أنت كيفاش تعرف بالمنتوج نتاعك، تبدا فرحانة. المنتوج نتاعنا هو هريسة عربي، عولة، توابل، تسكويب تيروار، يعني تمشي شيء، السلطة مشوية، الواحد كيما نعملوا ديكا نتاع الزيتون نتاع البات نتاع الثوم، برشا حاجات حاسين نعملوا كله إنتاج تقليدي محلي. وتماشيا مع عناصر هذه الاستراتيجية في تثمين المنتجات المحلية بالجهة وتصديرها إلى أسواق خارجية، حيث قاموا بعرض منتجاتهم على هامش هذا اليوم الدراسي والتعريف بما تزخر به الجهة من مخزون تراثي لا مادي وعادات غذائية عريقة. المشاركة متاعي كانت معناها أني ثمنت المنتوج متاعي وحولت الحليب من اللي كان حليب رديته أجبان ترانسفورماسيون برودوي ليتي، وإن شاء الله بقدرة ربي باش ندخل في النيفو الثاني اللي هو الأجبان المضغوطة، توسكي أجبان أفيني معناها أفيناج، واللي تقعد بالأعوام باش تتخمر باش الوقت تكون صالحة للاستهلاك. قروان تمتاز بأحسن منتوج، معناتها الثمرة الزيتون القروي ولا الفلفل القروي ولا الكبار ولا كل هذه الماثير الموجوده كلها من عند قرويه ام معناتها دوريجين وتثمينها وقاعد معناتها الشركه قاعده تكبر، قاعده تصل تصدر توا العالميه. هذه الاستراتيجية ستمكن من استغلال مختلف إمكانيات الجهة وخلق مواطن شغل وإنتاج الثروة من خلال الأنشطة الاقتصادية المصاحبة لها، على غرار فنون الطبخ والسياحة الريفية والمهرجانات الثقافية.
من أجل ترويج لجهة باجا كوجهة سياحية وثقافية وإيكولوجية وفلاحية، انتظمت على مدى 3 أيام بساحة بلدية باجا الدورة الثالثة لمهرجان السنابل الذهبية، مهرجان أثاثته برامج مختلفة من عروض وأنشطة وندوات علمية. على مدى 3 أيام تتواصل بساحة بلدية باجا الدورة الثالثة لمهرجان السنابل الذهبية بباجا بهدف الترويج للجهة كوجهة سياحية وثقافية وإيكولوجية وفلاحية واعدة من خلال عروض تنشيطية وفولكلور شعبي وقرية انحرافية ومعرض للمنتوجات الفلاحية والصناعات التقليدية أمام قصر البلدية، إلى جانب ندوة علمية حول الأمن الغذائي والزراعة الكبرى الواقع والآفاق بحضور باحثين ومختصين في مجال الزراعة الكبرى. البرنامج معناتها مميز ومهم جدا، فيه القريه الحرفيه المهمه ذي اللي هي نتاع المنتوجات الفلاحيه التقليديه لي برودوي تيروار، عندنا الصناعه التقليديه محليه، عندنا تثمين معناتها المنتجات الجهويه، كذلك عندنا ندوه علميه، كذلك عندنا معناتها لقاء مع الاكاديميه الوطنيه للطبخ حول ماده الفتات اللي هو ماكله باجيه بامتياز، عندنا شراكات ثقافيه، تنشيط ثقافي ورياضي مميز. المهرجان الذي انتظم على هامش موسم الحصاد مثل مناسبة كذلك للترويج لمادة القمح والتعريف بخصوصيتها الغذائية والثقافية، إلى جانب الترويج للصناعات التقليدية والمهن الحرفية التي تعرف بها الجهة لدى زوارها من كل مكان. عندي متحف ذاكرة وطنية يعني تقريب فيه ما بين 15,000 و20,000 قطعة، عندي فيه 160 مجموعة من 1997. عم شريحة الكرموس عن اللي هو متاع الجب اللي هو عنده التسمية المثبتة للأصل، عنا زادة كيف معجون الكرموس كيف متوج زادة، هو معجون شريحة الكرموس اللي هو زادة كيف متوج، عنا معجون الأرنج اللي هو زادة كيف متوج، وعنا زادة كيف التقطير ما تنتج أنامل المرأة الحرفية الموجودة في باجة. الحاجات التراثية متاعنا القديمة كما الجيزان المعون متاعنا احنا متاع قبل وتراثنا متاع قبل. أهمية تحقيق الأمن الغذائي في الزراعات الكبرى عبر خلق الظروف الملائمة وتوفير جل مستلزمات الإنتاج وتطوير الموروث الجيني من أجل تعزيز السيادة الغذائية كانت من أبرز محاور الندوة العلمية التي انتظمت على هامش المهرجان. بالنسبة لنا كمنتجين نعرف أن الفلاحة هي الحل، وأن فلاحنا سواء كان في الحروب في الحرب وإلا في السلم لأنها مهمة، ولكن للأسف الشديد الناس المسؤولة ما تحس بالقضايا هذه إلا وقت الأزمات. اليوم فما توجه عام داخل الوزارة على الأقل صرحت به في أنه اتجاه نحو أنه نكون عندنا اليوم اكتفانا ذاتي على الأقل في القمح الصلب. فحقيقة الواقع مازال ما يبشرش بالخير، الواقع فيه برشا صعوبات يعانوا فيها المنتجين على كل المستويات. الأمراض الورقية هي خاصة الطبق السبتوري اللي هو يتسبب في نقص من المردودية ب 40% وقتها تكون معناتها الكونديسيون بديو فافورابل. برشا وسائل مكافحة هذه الأمراض كما التنوع الزراعي ولا الروتاسيون تاع ليكولتور. الدورة الثالثة لمهرجان السنابل الذهبية بباجة دورة يأمل القائمون عليها أن تتحول إلى منصة للتعريف بموروث الجهة التراثي والغذائي والحرفي والترويج للمهن التقليدية والسياحية لفائدة الشباب وأصحاب المشاريع. وفي الختام نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.